زيارتنا اليوم كوزارة اتصالات تقنية المعلومات بمعية مشروع عدن نت هي زيارة مهمة مرتبطة بالمشاريع المستقبلية. فاليوم كان لنا لقاء بالأخ العميد طارق محمد عبد الله صالح ونائب رئيس مجلس الرئاسة، وكان الحديث حول تصوراتنا ومقترحاتنا فيما يتعلق بشبكة الإنترنت لمختلف محافظات الجمهورية المحررة. وكما يعلم الجميع أن لدينا هذا المشروع وسيبدأ بإذن الله تعالى خلال نهاية هذا الشهر في تدشين هذه الخدمة من الجيل الرابع في مدينة المقلة، وبعدها سننطلق إلى مدينة سيئون ولحج وأبين والتوسعة الكبيرة في مدينة عدن. فيما يتعلق بمدينتي عتق والمخاء، فمدينة عتق سيكون مع بداية شهر رمضان بالمثل مدينة المخاء، وبالتالي هذه الزيارة لمدينة المخاء هي للإطلاع على المستجدات وزيارة هيئة البريد ومكتب الاتصالات في المخاء، وكذلك الإعداد الجيد لتدشين خدمة الجيل الرابع للإنترنت خلال الفترة القادمة. ناقشنا اليوم مشاريع كثيرة، ومنها ربط جميع المؤسسات الدولة وربط البنوك والمؤسسات الأخرى وميناء المخاء والمطار إن شاء الله مستقبلا بشبكة موحدة، وهذا سيؤدي إلى إيجاد بيئة استثمارية جيدة، وسيؤدي إلى إنعاش مدينة المخاء كمنطقة تجارية واقتصادية متوسطة لجميع أبناء اليمن.